بسم الله، هنشوف ان شاء الله مع بعض ازاي نعمل موديلنج او ماسنج في برنامج الريفت. انا فتحت فاميلي اسمها ماس بتعرف ايه، او ممكن تقول له نيو فاميلي وتدور على اي فاميلي تكون ماس في التمبليت اللي عندك. ده الشكل اللي ظهر معايا. يمكن الفاميلي بتاعت الماس بتتميز بان هي بيبقى فيها كذا ريفرنس بلان، بحيث تقدر تتحكم اكتر في الشكل اللي انت عايز ترسمه. فانا هنا اقول له انا مثلا عايز ارسم اي حاجه، وليكن مثلا ريكتانجل. طيب انا هرسم الريكتانجل على انهي جزء؟ هو كده هيرسم على الاكس واي دوت. طب اقدر انا عايز اغير، مفيش مشكله، حدد الريفرنس بلان اللي انا هرسم عليه، اعمله سيلكت، وبعد كده اجي هنا اقول له مثلا انا عايز ارسم ريكتانجل، وابدا ارسم الريكتانجل بتاعي. طيب الريكتانجل ده 2D، لو انا عايز 3D بعمل عليه سيلكت واقول له كرييت فورم، سوليد فورم. تمام، هل انا اقدر اتغير في شكله؟ اه زي ما انا عايز. ممكن احدد السيرفيس من دوت، الاقي الاكس والواي وزد ظهروا معايا، المقابض ظهروا معايا، ابدا احرك زي ما انا عايز. ممكن اعمل سيلكت على خط منهم او حافه منهم وابدا احرك الحافه دي بس، او اعمل سيلكت على نقطه معينه بالشكل دوت وابدا احرك النقطه دي منفصله عن بقيه الشكل. تمام، طيب لو انا عايز مرسمش على ريفرنس بلان، عايز ارسم مثلا على الشكل دوت، الاقي هنا عندي حاجه اسمها ورك بلان، هقول له سيت وابدا اظبط الورك بلان مثلا، وليكن الورك بلان بتاعي هيبقى الجزء اللي فوق. طب انا مش واخد بالي هو فوق ولا تحت، عايز اتاكد، فبقول له شو، فبيوريني الورك بلان بتاعي هيبقى فين. ده اللي هشتغل عليه. يعني انا دلوقتي ممكن اقول له ارسم لي سيركل، دايره مثلا، اهي الدايره دي مرسومه على الجزء اللي فوق مش مرسومه على الارضيه بتاعتي. الدايره ديت هعمل عليها سيلكت واقول له اعمل لي كريت فورم، واقول له ممكن اقول له فويد فورم. تمام، فبيقول لي انت عايز اي شكل منهم، هل عايز شكل دائري ولا عايز شكل اسطواني؟ اقول له لا خليها شكل دائري بالشكل دوت. تمام، طيب اقدر انا عايز دور كمان، ده ليفل معين عايز اجيب دور ليفل كمان، يبقى ادخل في الاليفيشن وممكن اخد ده كود، ده كوبي كوبي كمان. تمام، وابدا اكتب الارتفاع اللي انا عايزه. طيب انا كده عندي كذا ارتفاع. طيب اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ اجي هنا من كرييت هرسم اي شكل في الليفل تحت، وبعد كده هقول له انا عايز اشتغل على الليفل اللي فوق، وارسم شكل تاني مختلف عن الشكل الاولاني. تمام، واروح الليفل التالت وارسم شكل مختلف. تمام، وبعد كده هعمل سيلكت على العناصر دي كلها. تمام، واقول له كرييت فورم. عمل ايه؟ قام وصل لي بين الثلاث اشكال زي ما احنا شايفين. فانا كونت شكل جديد عن طريق ثلاث اشكال، كل شكل في ليفل، فهو وصل بينهم بالشكل دوت. فزي ما انت شايف، وهنشوف في الدروس اللي جايه ان شاء الله، ان الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل خالص باذن الله.